اسمي ابراهيم صفوت. انا من 3 سنين تقريبا كنت عايش حياتي زي اغلب الناس ما هم عايشين. كنت بصحى الصبح اروح الشغل، ارجع من الشغل اروح اقعد على القهوه مع اصحابي، ارجع البيت انام، اصحى الصبح اروح الشغل ارجع اقعد على القهوه ارجع البيت انام. ولا انا عارف بصحى الصبح ليه، ولا عارف بروح الشغل ده ليه، ولا عارف ايه اللي انا بضيفه في حياتي اصلا. المهم كانت الحياه روتينيه زياده عن اللزوم، فكنت كل يوم اصحى الصبح اقول لمامتي ابنك فاشل، ابنك فاشل يا حاجه. هي مش عارفه، هي انا عندي احساس بالفشل، هي مش عارفه انا حاسس بالفشل ليه. هي شايفه ابنها واحد عنده 27 سنه ساعتها، يعني شغال في شركه مالتي ناشونال من اكبر الشركات اللي في البلد، عامل MBA بره مصر ومتعلم كويس وبيقبض حلو قوي ومستقبل قدامه ولسه هيتجوز والدنيا هتتفتح يعني. فهي مش عارفه ابنها ايه اللي ناقصه. هي مش عارفه ان ابنها ناقصه حاجه مهمه قوي اسمها الباشن. ابنها ما كانش فيه حاجه في حياته بيعملها بشغف اللي هو الباشن يعني، فحاسس بالفشل. في وسط الحياه الروتينيه اللي انا كنت عايشها دي العاديه جدا، حصلت حاجه غير عاديه، ان انا حبيت واحده. والغير عادي في الموضوع ان انا كنت عمري في حياتي ما حبيت واحده، وكان عندي 27 سنه واول مره في حياتي احب واحده، فده كان غريب شويه. فانبسطت حاجه جديده يعني، اصل اول مره حاجه اخيرا هلاقي باشن عشان اعملها، بحب حاجه فهعمل اللي هي عايزاه يعني. فالمهم كان في مشكله تانية غير ان انا كان عندي احساس بالفشل، ان انا كنت تخين، والبنت كانت بطله رياضيه، كانت بطله جري. طب وبعدين هنا مش راكبه خالص، انا راجل بكرش وهي بطله رياضيه وانا عايزها تبقى مبسوطه يعني. حتى لو هي ما قالتش حاجه انا حاسس برضو ان في الموضوع مش ماشي. وانا كنت اكتر رياضه بكرهها في حياتي هي رياضه الجري. ما كنتش متخيل يعني ايه انزل من البيت افضل نص ساعه ولا ساعه عمال اعمل كده طول الوقت، عمال اعمل كده. يا عم طب ما انزل العب كوره مع صحابي في النادي، ولا انزل اعوم في البسين، ايه الرياضه الممله دي؟ بس انا عايز اخس، فما لقيتش حل غير ان انا انزل اجري. وكان اصعب حاجه في الجري، عامل زي اي حاجه في الدنيا اللي احنا عايشينها، اصعب حاجه فيها اولها زي الجواز، زي الخطوبه، زي الشغل، دايما اصعب حاجه فيها اولها. فانا فاكر اصعب يوم في حياتي في الجري، انا نزلت اشتريت جزمه جري يوميها وقلت انا اروح على التراك في النادي هلف التراك. رحت التراك، ما كان عمري في حياتي ما عملت حاجه زي دي قبل كده. رحت وقفت على التراك بره كده، بصيت عليه قلت ايه التراك الصغير ده، النادي الناس عماله تلف، قلت خلاص انا اجري 10 15 لفه وبعد كده ايه. واليوم الثاني اجي بكره اجري 25، اسبوع اسبوعين كده اخس بتاع 10 كيلو ولا حاجه. المهم انا فاكر رحت النادي جريت 3 لفات ومت في الاخر، ما قدرتش، لدرجه ان انا اللفه الثالثه مشيتها ما قدرتش اجري. خلصت الجاريه، انا ما كنتش فاكر في حياتي تعبت في يوم قد اليوم ده، بس في حياتي ما انبسطتش قد ما كنت خلصت الجاريه. حسيت احساس فظيع، خلصت الجاريه حسيت ان انا مبسوط، عملت حاجه وانبسطت بيها، نسيت كل التعب اللي كان في وسط الجاريه وحسيت ان انا مبسوط بعد الجري. حبيت الجري وفضلت اجري واكمل الجري، كل يوم انسى اجري. وزي ما كان اصعب حاجه في الجري كان اول يوم، بقى اصعب حاجه في الجري عندي اول نص ساعه. اول نص ساعه تعدي خلاص بنسى، ساعه ونص باجري ما ازهقش خالص. المهم عدى 3 شهور لقيت نفسي لسه ما خسيتش كفايه. طب وبعدين يا جدعان، انا خلاص انا يعني نفسي هيروح من الجري، اعمل ايه طيب؟ مش لاقي حاجه تانية اخس بيها، بس لازم اخس. فقلت خلاص انا اختار حاجه تانية، انا هروح الجيم. كره للجري ما يجيش اي حاجه خالص جنب كره للجيم يعني. الجيم بالنسبه لي انا مره وانا في الجامعه فكرت اروح الجيم، رحت يومين وما عرفتش اكمل، عمال اشيل في حديد واحط وبتاع، مش حاسس ان انا يعني فين الرياضه في الموضوع، بس برضو مضطر، انا هخس يعني هخس ما فيهاش. فرحت اشتركت في الجيم اللي جنب بيتنا ودفعت فلوس وبتاع ورحت قعدت بقى ايه، رحت قعدت شهر في الجيم. الشهر ده فرق معايا جامد بصراحه يعني. انا فاكر ساعتها بعد الشهر ده خسيت جامد وابتدى جسمي يظبط ويطلع لي عضل بقى وبقيت راجل فت شويه، قلت خلاص بقى الحمد لله المشكله اللي كانت موجوده راحت، خلاص انا خسيت وهتجوز البنت اللي بحبها والدنيا هتظبط. ما بشتغل شغلانه مش بحبها بس اهو الشغل يعني، اقدم السي في في اي حته قدام هلاقي شغلانه احسن. في وسط بقى ما الواحد مبسوط والقصه بدات تحلو، حصل حاجه غير عاديه تاني، ان العلاقه العاطفيه الجميله اللي كنت فيها باظت. يا نهار ابيض يا جدعان، انا بقالي 6 شهور مسحول ورايح وجاي
بعد كل ده في ايه؟ المهم العلاقة العاطفية باظت، رحت انا ايه؟ قافش، رحت مبطل جيم، قلت خلاص والله ما انا رايح. بطلت الجيم بس ما عرفتش ابطل جري. انا بطلت الجيم عشان كنت بعمل الجيم انا ما بحبوش، بس كنت بعمله عشان ارضي حد او عشان اعمل حاجة عشان حد تاني يبقى مبسوط، ودي كانت اكتر غلطة انا عملتها. بعد كده اتعلمت اما اجي اعمل حاجة انا هعملها عشان نفسي، عشان ابقى مبسوط، عشان احسن نفسي انا، مش عشان حد تاني يبقى مبسوط او يقول عليا كويس. ما عرفتش ابطل جري عشان كنت بعمله باللي انا ما كنتش لاقيه، بالباشن اللي انا ما كنتش لاقيها في حياتي. فابتديت اكمل جري. الجري بالنسبه لي انا كنت بنزل اجري كنت بنسى الدنيا ورايا، انزل اجري وانا مكتئب، اخلص الجريه انا مش فاكر انا كنت مكتئب ليه، والله العظيم بجد اخلص الجري الاقي نفسي مبسوط. فكنت برمي الدنيا كلها ورايا وانزل اجري. من هنا من القصه اللي فاتت دي جت فكره حاجه اسمها كايرو رانرز، ان احنا ننزل نجري في الشارع. الفكره بقى كلها ان انا مش جاي النهارده عشان اتكلم عن كايرو رانرز وابتدينا ازاي والسيزن والتيم ونزلنا واول سيزن والمشاكل اللي بتحصل والقصص دي كلها. انا جاي في الكام دقيقه اللي فاضلين عشان اتكلم عن الناس اللي بتنزل تجري معانا في كايرو رانرز. احنا لما جينا فكرنا في كايرو رانرز كنا عايزين نوصل بالناس لحاجه. انا الناس اللي هتنزل معايا انا عايز اوصلهم ان هم يوصلوا للاتشيفمنت ما عملوهوش في حياتهم او حاجه جديده هيعملوها في حياتهم. فابتدينا نفكر ايه اقل مسافه ماراثونيه معترف بيها نقدر ننظمها في البلد اللي احنا عايشين فيها دي. الماراثون 42 كيلو وحاجه بسيطه. فنيجي اللي بعديها نص ماراثون 21 كيلو. طب اللي بعديها مفيش ايه يا جدعان 21 كيلو ده كتير قوي، هنجري 21 كيلو ازاي؟ مفيش ربع ماراثون، تلت ماراثون، اي حاجه كده نمشي بيها حل، مش عارف انظم انا 21 كيلو هنا. قعدنا ندور ونسال الناس اللي بتفهم وريسيرش وبتاع، مفيش. انت عشان تعمل مسافه معترف بيها لازم يبقى نص ماراثون. قلنا خلاص هنعمل نص ماراثون في البلد. بس احنا ما جينا فكرنا في كايرو رانرز انا عايز اجري الناس 21 كيلو. فتخيلنا نفسنا جوه تراك الجري بتاع النادي. هل انا لما انزل تراك وعايز اجري 21 كيلو مره واحده هقدر وانا عمري ما جريت قبل كده؟ مستحيل. فابتدينا نفكر طب ما نوصل الناس واحده واحده لحد ال 21 كيلو. فقررنا خلاص احنا نبتدي من 4 كيلو وبعدين نوصل ال 21 كيلو، كل يوم جمعه هننزل ونوصل الناس معانا من ال 4 لل 21، احنا هنجري وهم هيجروا معانا. اغلب الناس اللي كانت نازله معانا من اول ران لحد دلوقتي عمرهم ما كانوا يتخيلوا ان هم يقدروا يجروا اصلا 5 كيلو ولا 6 كيلو. الناس دي اغلبها بيجروا معانا الهاف ماراثون اللي فات 21 كيلو واللي قبليه، وان شاء الله هيفضلوا ينزلوا يجروا معانا طول ما احنا بنجري، وكل مسافه هيبتدوا يتحدوا نفسهم عشان يوصلوا لها. الفكره كلها ان مش الناس كلها كانت نازله في الاول تجري معانا. في ناس كانت نازله تجري عشان تطلع الاول، واحد تاني نازل يجري عشان عايز يحطم الرقم اللي فات، واحد تاني كان نازل يتمشى يشوف ايه ده، واحد تالت نازل يتفرج، واحد نازل يتريق على الناس اللي بتنزل، واحد نازل يسوشيالايز عادي، في ناس كتير قوي تنزل تسوشيالايز. بس هي الفكره كلها ايه اللي بيخلي الناس دي تفضل مكمله في كايرو رانرز؟ ايه اللي بيخليني انا كنت نازل يوم اسوشيالايز مع الناس انزل بعديها 10 اسابيع بجري؟ الناس دي حست ان هي نزلت، حتى انا نازل اشوف صحابي عملت حاجه عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اقدر اعملها. ايه ده انا نزلت النهارده جريت 5 كيلو، يا نهار ابيض انا جريت 5 كيلو؟ فابتدى كل مره ينزل معانا ويتحدى نفسه ويوصل لاكبر مسافه هو يقدر يعملها. الفكره كلها ان احنا كاورجنايزرز في كايرو رانرز او المنظمين بتوع كايرو رانرز متخيلين احنا برضو جوه نفس التراك اللي فيه الرانرز اللي بيجروا فيه من 4 ل 21 كيلو، بس احنا بنحاول نجري اكتر بدماغنا اكتر ما احنا بنجري معاهم في الشارع. بنحاول نطور من الموضوع. طب ما انا سهل قوي، انا ككايرو رانرز انظم كل يوم جمعه جاريه في الزمالك احلى حته في مصر على النيل 5 كيلو، الناس هتنزل هتنبسط هتجري على النيل، وانظمها 8 الصبح مش لازم 6 ونص، وهيجي لنا ناس اكتر من اللي بيجوا دلوقتي وكل حاجه. بس انا مش عايز كده، انا عايزك تنزل تجري 4 5 6 وتتحدى نفسك لحد ما توصل ل 21. عايزك تجري مره في الزمالك ومره في مصر الجديده ومره في الدقي ومره في اكتوبر ومره في التجمع ومره في مدينه نصر. ومناسبه مدينه نصر كل ما نقول هنجري في مدينه نصر يقول لك لا بيئه مش عايزين. انا ساكن في مدينه نصر اصلا، مش عارف الناس متضايقه ليه. عايزك وانت بتجري واحنا بنجري نعمل توعيه عن امراض زي السرطان، زي التوحد كانوا معانا الاسبوع اللي فات، زي الايدز. طول ما احنا بنجري ان شاء الله السيزون اللي جاي كمان هنروح ننظم جريات للناس اللي ساكنه في المناطق العشوائيه.
الناس دي من حقها تنبسط زي ما احنا بننبسط. ان شاء الله حتى لو في ايفنت خير انت رايح تعمله له، رايح توزع له هدوم، رايح توزع له اكل. ايه يعني لما تعمل له جاريه كيلو، مش بقول لك 20 كيلو ولا 5 كيلو، نعمل له جاريه كيلو ينبسط قبليها قبل ما توزع له الحاجه اللي هتوزعها له. فطول ما احنا ماشيين كاورجنايزرز يعني في الموضوع بنحاول نطور من الموضوع، وبنقع وبنطلع نعافر تاني وبنغلط وبنعمل ميد نايت ران ولاد بس وبنتشتم لا يعني ان شاء الله يعني في حاجات بتطلع بنغلط وبنحاول نعرف ايه الغلط فين ونظبطه. يعني كانت قصه، انا فاكر يوم الميد نايت ران ده والله نزلت جريت مع الناس، كنت نازل رايح وانا مكتئب، خلصت الجاريه نسيت انا كنت مكتئب ليه، من كتر ما انا الجاريه انت بتنسيك اي حاجه، رجعت بقى فتحت الفيسبوك افتكرت انا كنت مكتئب ليه بس فتحاول. انا فاكر حتى مدير الحاجات دي كلها احنا كاورجنايزرز بنعملها واحنا مبسوطين، بنعملها واحنا بنقع وبنعافر وبنحاول بس بنبقى مبسوطين واحنا بنعملها. انا فاكر مديري في الشغل اول ما ابتديت كايو رانرز دي حس ان انا بقى ايه هبتدي اتدلع ومركزش في الشغل وكده، فقال لي بقول لك يا ابراهيم سيبك من كايو رانرز دي مش هتدخل لك فلوس. هو فعلا عنده حق، حتى لو مش بتدخل فلوس دلوقتي بس هي بتدخل روح ما كانتش موجوده عندي قبل كده. فهو ده اللي احنا هي دي حلاوه كايرو رانرز بالنسبه لنا. طول ما احنا بنقع وبنحاول وبنعافر كاورجنايزرز في قصص بنسمعها وبتجينا من الرانرز اللي معانا، هي دي اللي بتخلينا نقوم تاني. في واحده معانا اسمها نبيله. ايه قصه نبيله دي يا جماعه؟ نبيله عملت حادثه بالعربيه، بعد ما عملت الحادثه راحت للدكتور وابتدت تمشي بالعافيه، ابتدت تمشي بعكاز وكده بتمشي بالعافيه خلاص ما حصل لها مشكله. جت معانا مره كايرو رانرز وحاولت تجري ما عرفتش من كتر ما هي خلاص في حادثه في رجلها وفي مشكله مش عارفه تجري. نبيله راحت للدكتور قالت له انا عايز اجري، قال لها تجري انت بتمشي بالعافيه مستحيل، قالت له لا انا عايز اجري، قال لها هنتعب هتعملي عمليه وهتمشي بعكاز وبعد كده تمشي بالعافيه فين وفين على ما تعرفي تجري من 6 شهور لسنه، قالت له انا هجري. نبيله راحت عملت العمليه، بعد ما عملت العمليه كانت بتيجي معانا السيزون اللي فات كل جاريه تقعد في العربيه. نبيله بتيجي تعمل ايه؟ تقعد في العربيه. نبيله كانت بتيجي تقعد في العربيه تبص على الناس اللي بتجري ما بتعملش اي حاجه تانية. نبيله شايفه حلمها بيجري قدامها، الناس اللي بتجري دي هي دي حلم نبيله، نبيله عايزه في يوم من الايام تبقى عامله زي الناس دي. نبيله لاخر جاريه في الزمالك قبل الهاف ماراثون جت جريت معانا، ما جريتش المسافه كلها بس بتحاول، وفي يوم من الايام انا متاكد انها تيجي تجري معانا الهاف ماراثون. انا لما قالوا لي انت ليك 2 انفيتيشنز عشان تيدكس يعني هنا، كانت اول واحده ايه اختي وتاني واحده نبيله، فنبيله معانا هنا فعايزين نحييها والله. هي المفروض في مكان ما هنا. يا نبيله اهي، نبيله هنا اهي. نبيله اصلا المفروض تطلع تتكلم مكاني النهارده مش انا. نبيله وغيرها علمونا حاجات كتير قوي، علمونا ان الدنيا اللي احنا عايشين فيها برضو عامله زي التراك اللي احنا كنا بنجري فيه. في ناس بتجري وناس بتجري وبتقع وناس بتتمشى وناس بتجري عكس الاتجاه وناس بتجري زي نبيله وهي عارفه هي رايحه فين. اللي انا عايز اقوله او اللي نفسي فيه ان احنا واحنا بنجري قبل ما نجري نحاول نبقى شايفين احنا رايحين فين، لو ما عرفناش يا ريت واحنا بنجري نقف وناخد بوز ونبص احنا عايزين نروح فين، عشان هي دي الطريقه الوحيده اللي هنعرف نوصل بيها. شكرا.